الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني ومايا وردهم على انس الشايب وبيسان اسماعيل. طبعا بالنسبه لاشخاص ما يعرفون شنو اللي صاير، اللي شافوا المقطع السابق يعرفون انه انس وبيسان قالوا بيه على محمد جواني انه هو كلب وانه نقدر ندعسه. من هذا الكلام فمحمد جواني ومايا نزلوا على حساب جواني بالانستغرام هذا الستوري اللي بيه جزء من مقطعي. بهذه اللقطه كان بيها انس الشايب يسب محمد جواني، وبعدها نزل شويه ستوريات بيه مايا ويرد بيها على انس الشايب وبيسان ويقول لهم انا تركتكم انتوا ليه هسه تحركشون بيه وتحرضون الناس عليا. وبعدها ردوا على قصه التهديد اللي قال انس الشايب ناس بس يجي تركيا راح يحرقني، تذكر بالكف اللي انطهيه لما كان عنده بالقهوة. وبس راح أعطيكم هذه الستوريات تشوفوها. حبايب القلب كيفكم شو أخباركم؟ يسعد لي مساكم يا رب. شفتوا الستوري قبل هذا ما هيك؟ شفتوا إنه هاي الناس أنا عفتهم تركتهم عم بتحركشوا يعني هم اللي عم بتحركشوا. أحلى شيء بتعرف شو مايا؟ إذا هو بيجي على تركيا بده يحرق ويسوي ويعمل. يا نسيت عارف لما أكلت كف من جواني في الكافيه ولا ناسي أنا بذكرك لأني كنت موجودة في الموقع. أوكي يعني. مثل ما اكلوا هذاك ولف صار يخون بسيده. ما في داعي انه تجيب سيره جواني لانه شحاط جواني بتسوى 10 مثلك. حبيب القلب ضب حالك لانه سيرتكم صارت مقرفه. يا جماعه لاحظوا ما في يوتيوبر، ما في قناه اخبار، يعني ما في تيك توك. يعني احنا مش جايين فيهم ولا متحكشين فيهم، نازلين من تحت لتحت بنكشوا. ايوه على الخاص مشان ضبوا حالكم خليكم بحالكم ما نعلمكم لانه سيرتكم صارت قرف بكل مكان بكل مكان جواني بكل مكان. كل شيء عم بيعملوه يعني في جواسيس بتجينا يعني من تحت لتحت ببينوا. بعدها هيك التيك توك اليوتيوب كله عم بزع عليكم فيه عن جد. يعني شيء بيقرف بصراحه. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم براد محمد جواني على انس الشايب وبيسان. الخبر الثاني اللي عدنا عن نور ستار وشنو صار وياها بعد ما سوت العمليه. نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي كان بواحد من المتابعين يريد يسالها ويطمن عليها، فترد عليه انه شوف القصه طويله بس دعواتكم الي يا حبايب وعد راح اخبركم كل شيء بالوقت المناسب والحمد لله. فالله يشفيها يا رب وتستنى يا حبايب تدعوا لها. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على انس الشايب. طبعا ما يعرف شنو السبب، بالنسبه للاشخاص اللي شافوا هذا المقطع فيعرفون انه للاسف انس الشايب طلع مو رجال. فخلينا ندخل على اخر مقطع نزله بالتيك توك وندخل بيه على التعليقات، راح اشوف انه كل التعليقات مكتوب عليها جيش مملكه القصص، اللي كاتبين انه انس شاذ وانس جاي حاطين هذا الاعلام، طبعا هو هواي يحذف من هذه التعليق ولكن الى ان باقيه، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات اشتركوا بهذا الخبر وهل يستحق التهجم اللي تعرض له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن اسو وليش صارت تبكي. بنفس الوقت مقهوره فاسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت فيه حزينه، كانت كاتبه على الستوري كلمه تعبانه قليله بحقي، فشو تتوقعون يا حبايب انه هي تعبانه بسببه؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن مايا الجمال اللي هي حبيبة انس الشايب القديمة وفضيحة لانس الشايب. فمايا نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر وبهذا البث المباشر فضحت بيه انس الشايب، قالت انه هو كان سارق تليفونها وهذا التليفون السارق اللي الان هو يصور بيه وهي عندها اثباتات تبين انه هذا التليفون الها. اما بالنسبة للشيء الثاني فتكملنا اثباتات انه انس الشايب هو جاي، فعلى حسب كلامها انه لما كان هو بالاردن كان اكو شخص اسمه عمار هو كان يصرف عليه وكان حبيبه يعني، وما نسي الشيء فضحته، انس الشايب للاسف سرب جواز مايا، ويعتبر هذه معلومه شخصيه هو سربها عنها فهي قررت انه تفضحها، وهذا صار تحكي لنا شلون صارت بيناتهم خلافات وانه شلون بيسان اسماعيل هو كان حاول انه يستغلها، وهاي من الكلام المهم والخطير راح احط لكم اياه شوفوه كملوا للاخر. تلفوني لسه بصور فيه لونه اخضر، هاي صورته عندي على الانستغرام. لسه بصور فيه يعني مش مستحي على وجهه يروح يبيع التلفون يشتري تلفون ثاني. مش مستحي على وجهه لسه بصور فيه للتلفون، فهمتوا كيف؟ معاش مصاري يشتري تلفون تاني، مش قادر اجيب تلفون غير تلفوني. يعني هيك بزعل على الناس الشحادة هاي اللي عرفتوا كيف؟ الناس اللي بتستغل البنات، يعني بزعل عليهم بصراحة. يعني صح انه ضحك علي واخذ تلفوني بس انا بعتبره هيك شفقة عن روح امي، يعني بما انه امي متوفية كل شيء انت اخذته مني انا بعتبره شفقة عن روح امي، يعني زي زكاة، يعني الله يرحمها انه انا بعتبر كل اشي انت نصبت علي فيه واعتبرت نفسك انك انت ضحكت علي فيه انا بعتبر انه انا تبرعت لك فيهم، انك انت انسان شحاد وتبرعت لك فيهم، يعني انت شحاد وعينك وقحة. تذكروا هذا الموقف اللي عملت لكم اياه، تذكروا انه اجيتكم ماشي من اخر الدنيا والناس كلها بتشهد في الانستا القديم اللي انسرق وراح، تمام؟ الناس كلها بتشهد انه انا اجيت مشي لاني بنت كفو قد حالي وطيبه، ما هن علي انه صديقي يكون قاعد جوعان وفش عنده دخان وفش عنده اكل. مش كثير هام لموضوعك وهيك بس انك انت تنشر صوره جوازي هذا اللي مضايقني في الموضوع، عشان هيك انا بحكي عنك ورجعت احكي عنك، ولا انا اصلا كلياتك شكيتك من فوق لتحت ما بشيلك من ارضك لانك متحول، عرفت كيف؟ يعني سوري من هاي الكلمه، مش متحول يعني انت ما بتبين للناس هذا الشيء، بس في كثير مماسك لإلك وانت هيك اصلا، يعني ليش تنكر اصلك؟ انت هيك شخصيتك، انت كنت مصاحب واحد في عمان كان يصرف عليك خاروف، انت كنت مع هذا الزلمه ويصرف عليك اسمه عمار ابو شاور،
كان بيصرف عليك وانت كنت مخارفه وكان الزلمه تبعك. بلاش تنكر هذا الشيء. الشيء اللي بضايق بالموضوع بعد كل المساعده اللي انا ساعدته اياها ووقفت معاه فيها وعملت وسويت ووقفت مع اهلك تمام، ما بدي اجيب سيره اهلك، يعني جماعه درويش وعلى باب الله وما بدي اجيب سيرتهم تمام. اهلك من هم مش دخل، بس انا بدي اجيب سيرتك انت. بعد ما خلصت كل الاشياء هاي اللي انا عملتها معك، اجت وحده من الناس، فلانه من الناس على الاردن، شاف عندها متابعين كتير، قال لك شو بدي في مايا هلا، بدي استغل هاي البني ادمه بدي اصور معها عشان اوصل في السوشيال ميديا لاعداد اكبر. فقال لك شو بعمل مشكله مع مايا وبطفيها. هون المشكله بلشت، عمل معي مشكله وقال لي يا انا يا خواتك تمام. قلت له لا خواتي انت ما بتيجي ما بتيجي بتبعدني عن اهلي، صار بده يبعدني عن اهلي. قلت له لا اهلي بصراحه. هون بلشت الموضوع والحكايه من البدايه. لما اجت هاي البني ادمه على الاردن، كانت عندها شغل في الاردن وهيك، قال لك بدي الف عليها وابلش شو اصور معاها وبدي ايش اطفي مايا على الاخر، اخذ تلفونها اسكر حساباتها اعمل اسوي عشان مايا ما تقدر تطلع تحكي. بيوم وليله يا جماعه الخير بروح بسكر لي الانستغرام، بسكر لي السناب شات، وبسكر لي التيك توك، وبسكر لي اليوتيوب، بسكر كل صفحاتي. هون انا يعني رجعت فتحت صفحات جديده صراحه، بعد كل الخير اللي عملته معاهم ما تمر فيه، ما تمر فيه، يعني مش وجه ناس بيقدروا العشرة، عرفتوا كيف؟ وصار يحكي علي بالشرقي وبالغربي ومش عارف ايه كتير يعني عن الجاي. بدناش نكون مستوانا يعني بس عن هذا الجاي، خلينا نفوت في مواضيع تانية بصراحة، انا ما بهمني موضوع الجاي. بس يا جاي هو عليك تلفوني اللي في ايدك هذا اللون. بس احنا وصلنا المقطعات من المقصة عجبكم، لس حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، اشتركوا بالفيديو زي ما قلت من مكتب قصص، وبس مع السلامة.